وبعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها بدء امتحانات سنة رابعة ابتدائي، ومنها أيضا استئناف التداول في البورصة بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، وكمان في ماتشات مهمة النهاردة في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي. خلينا نشوف التقرير. بالنسبة لأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، مصلحة الضرائب المصرية حددت النهاردة آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية وإقرار الضريبة على القيمة المضافة وإقرار ضريبة كسب العمل. كمان النهاردة هتستأنف البورصة المصرية تداولتها بعد انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك. النهاردة أيضاً طلاب الصف الرابع الابتدائي هيبدأوا امتحانات آخر السنة، وانتهت المديريات التعليمية من طبع أسئلة امتحانات مع جعل سرية الامتحان تحت مسؤولية مدير المدرسة. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباريات مهمة في إطار الجولة 36 من عمر المسابقة. هتقام ثلاث مباريات الساعة 3 العصر بين نوريتش وإست هام وليستر سيتي وإيفرتون وأرسنال مع ليدز. الساعة 5:30 كمان هيلتقي مانشستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد. عشاء الدوري الإيطالي موعدهم النهاردة مع أربع مباريات حاسمة في المنافسة على لقب الدوري وتفادي الهبوط. هيلتقي سبيزيا مع أتلانتا الساعة 12:30، وفينيزنا مع بولونيا الساعة 3 العصر، وساليرينيتانا مع كالياري الساعة 6 مساءً، وهيلاس فيرونا مع إيسي ميلان الساعة 9:15 بالليل.